السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سوف أحاول الإجابة فيها على سؤال يردني من بعض الإخوان خصوصا الشباب، ولا علاقة بالشباب، لكن هناك العديد من الشباب الذين أتوصل منهم بهذا السؤال، وهو: هل هناك إمكانية حصول على الجرين كارد ومغادرة الولايات المتحدة الأمريكية والعيش في دولة أخرى أو الرجوع إلى بلدي لاجتياز بعض امتحانات الماجستير أو الدكتوراه أو غير هذه الأشياء؟ يعني أسئلة تتعلق بعدم الاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصول على الجرين كارد. أقول فقط بأن بطاقة الجرين كارد هي بطاقة الإقامة، يعني عندما تمنح لك بطاقة الجرين كارد معناه أنها تمنح لك الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية. أوكي، يعني ليس هناك يعني حل غير الإقامة، يعني الاستمرار هنا في أمريكا، وبعد ذلك يعني بعد سنوات تقدم على الجنسية وهكذا. أما أنك تحصل على الجرين كارد وبعد شهر أو شهرين تغادر أمريكا للذهاب إلى دولة ما تريد الاستقرار فيها، مثلا لوجود عائلة أو لظروف يعني مواتية أحسن من الولايات المتحدة الأمريكية، أو قدومك إلى بلدك من أجل اجتياز امتحان ماجستير أو دكتوراه أو امتحانات الجامعة والبقاء هنا 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر أو غير ذلك. أريد فقط أن أوضح أنه سوف تتم سحب البطاقة منك، لأنك عند حصولك على الجرين كارد معناه الإقامة، أقول الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لا يمكن يعني مغادرة أمريكا لسبب ما، وتتعدى يعني مثلا يتعدى الإنسان يعني وقت محدد. يعني ممكن دخولك على أمريكا شهر شهرين، تريد الذهاب مثلا اجتياز امتحان في بلدك أو شيء، يمكن مثلا الذهاب واجتياز امتحان والعودة. أما أنك تأتي إلى أمريكا وتكون حاصل على الجرين كارد وتقول أريد الذهاب إلى كندا للاستقرار في كندا، أو الذهاب إلى ألمانيا للاستقرار في ألمانيا أو هذه الأشياء، فكن متأكد أنها سوف تسحب منك البطاقة. هذا أول شيء. ثاني شيء، هناك بعض الإخوان الذين يتساءلون بخصوص يعني مثلا هل يمكن يعني أن أبقى هنا في أمريكا بعد حصول بلدي، أن أبقى في بلدي بعد حصول على الجرين كارد إلى وقت ما أريد، يعني ما شئت، سنة سنتين 3 سنوات وبعد ذلك أذهب إلى أمريكا. لا، يعني بمجرد حصولك على الجرين كارد هنا قانون يقول بأنه يجب عليك مغادرة بلدك خلال 6 أشهر الأولى التي تلي حصولك على الجرين كارد. يعني حصلت على الجرين كارد الآن في شهر 12، يعني من هنا إلى شهر ماي مثلا يجب عليك مغادرة بلدك. أوكي، لا أريد من بعض الإخوان الانتظار إلى غاية آخر أسبوع. يعني هناك بعض الإخوان ينتظرون لآخر أسبوع قبل أن تنتهي البطاقة. اوكي، ويسالونني هل هناك احتماليه ان اطراد، هل هناك احتماليه ان رجال الجمارك هنا في المطارات الامريكيه سوف يسالونني لماذا وكيف وهكذا. فلذلك انصح جميع الاخوان الذين حصلوا على الجرين كارد ان يخططوا لسفرهم، بمجرد حصولهم على الجرين كارد ان يخططوا لسفرهم. هناك بعض الاخوان الذين ينتظرون لغايه حصولهم على الجرين كارد، بعد ذلك يريدون اجتياز الامتحانات، بعد ذلك يريدون الزواج، بعد ذلك، فهذه الأشياء يجب التحضير إليها مسبقا، لا تنتظروا إلى يعني أواخر يعني المدة. فكما قلت، أي واحد دخل الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق القرعة الأمريكية وحصل على الجرين كارد يجب عليه الإقامة في أمريكا. أنا لا أقول البقاء هنا في أمريكا لمدة سنة سنتين 3 سنوات 5، لا، أريد أقول فقط الاستقرار هنا في أمريكا شهر شهرين إذا كان عندك ظروف. إذا كانت عندك ظروف يعني مثلا تريد اجتياز امتحان، تريد يعني زيارة بعض الأهل، يعني لا قدر الله أحد الوالدين مريض أو شيء من القبيل، يمكن الذهاب والرجوع. أما أنك تحصل على الجرين كارد وتريد الاستقرار في دولة ما أخرى، فهذا كن متأكد أنه ستسحب منك البطاقة. هذا أول شيء. ثاني شيء، أنه أي واحد حاصل على الجرين كارد وهو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية يجب التقديم على فيزا أو تأشيرة دخول بعض الدول كالدول الأوروبية. يعني مثلا أنت مقيم هنا في أمريكا وعندك الجرين كارد، تريد الذهاب لفرنسا، ألمانيا، إسبانيا، هذه الأشياء يجب عليك التقديم لدى قنصليات هذه الدولة أو سفارات هذه الدولة من أجل الحصول على التأشيرة لدخول هذه الدول. يعني الجرين كارد وحدها لا تخولك الدخول هذه الدول صراحة، ما عدا إذا كنت مثلا حاصل على الجنسية، وهذا شيء آخر. أنا أتحدث الآن على الناس الحاصلين فقط على الجرين كارد. يعني بصفة عامة وبتلخيص، أي واحد حصل على الجرين كارد لديه مدة 6 أشهر لمغادرة بلده.
اوكي بعد المغادره القدوم الى الولايات المتحده الامريكيه ويعني والاستمرار في الحياه هنا والبحث عن عمل والاشياء الاخرى والاغراض الاخرى التي تكلمت عنها في مواضيع اخرى في فيديوهات سابقه. الاستقرار هنا في الولايات المتحده الامريكيه، عندما اقول استقرار لا اقول، لان هناك بعض الاخوان عندهم سؤال يقولون هل عند دخول الولايات المتحده الامريكيه يجب البقاء هنا مده 5 سنوات؟ لا 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 لا، يمكن السفر كل سنة، يمكن السفر كل سنتين، هذا يعتمد على يعني حالتك الشخصية وعلى ظروف عملك وعلى أشياء يعني تتعلق بالشخص. يعني هناك أشخاص مثلا يسافرون مرتين في السنة، عندهم إمكانيات يسافر مرتين في السنة لبلده، هناك شخص يجلس هنا 3 سنوات 5 سنوات سنتين سنة ونص، يعني على حسب. أنت لست مجبر، يعني الإنسان عندما يأتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليس مجبر على البقاء لمدة محددة. يعني امريكا عندما تدخل الى امريكا تشتغل سنه سنه ونص، بعد ذلك تريد مثلا تفكر في الذهاب لزياره اهلك تذهب شهر شهرين، هذا شيء يتعلق بك وبمشغلك، يعني هناك اتفاق بينك وبين مشغلك، لان هناك بعض المرات كما قلت في حلقات سابقه انه العطله السنويه هنا في امريكا بعض المرات وفي الغالب هي اسبوع، في الغالب بعد اشتغالك سنة مع شركة ما هناك أسبوع، هناك مثلا شركة تعطي أسبوعين، أما شهر من أول مرة قدومك للولايات المتحدة الأمريكية فهذا يعني صعب وصعب جدا. فلذلك يعني الإنسان عندما يفكر في يعني الذهاب والسفر إلى بلده عليه أن يخبر مسبقا مشغله بأنه في يوم كذا أو في شهر كذا يعني عن بعد، يعني تقريبا 14 أو 6 شهور يخبر المشغله بانه يريد مثلا السفر لمده شهر مثلا، انا ذاك سوف يتفقون مع مثلا سوف يدفع لنا اسبوع وثلاث اسابيع الباقيه تؤخذ بدون راتب، يعني اشياء من هذا القبيل. على كل شخص يعني ان يحل مشاكله بهذه الطريقه والحديث مع مشغله، لانه ليس هناك فقط انني اريد السفر اخذ حقائبي واسافر، ربما سوف تفقد عملك، ربما عندك ظروف اخرى هنا، عندك ايجار يجب عليك ان تدفعه، هناك فواتير الضوء الماء الانترنت، هذه الاشياء كلها يجب التفكير فيها، لان عند السفر هناك فواتير تنتظرك هنا في الولايات المتحده الامريكيه يجب عليك دفعها في وقتها. فعلى العموم هذا اجابه على الموضوع، يعني هل يمكنني الحصول على الجرين كارد ومغادره الولايات المتحده الامريكيه، او هل يمكنني الرجوع الى بلدي والاستقرار في بلدي سنه سنتين وهذه الاشياء؟ فهذا هو الجواب، وعليكم التاكد مره اخرى اذا كان عندك وعندكم اي شك. في نهايه الحلقه اتمنى حظ سعيد للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.